2019 دورة مرات في أجواء عادية، تم فيها مناقشة عدد من النقاط اللي هي مهمة بالغة الأهمية، تم فيها مناقشة كذلك اللجنة ديال التفتيش اللي كانت عندنا في الغرفة وتقديم جميع الملاحظات اللي الجهوي اللي رجع كيشكل لا محالة واحد المحطة مهمة للتعريف بالمؤهلات وتسويق المؤهلات الاستثمارية للجهة. عرفنا كذلك بالبعثات اللي قامت بها الغرفة خلال الشهور الأخيرة من أجل يعني تعزيز شبيك وتعزيز علاقات الغرفة مع الشركاء ومع الغرف الأجنبية للدول الشقيقة والصديقة. كذلك تم مناقشة موضوع آني اللي هو التمويل البنكي، موضوع جاء خطاب صاحب الجلالة نصره الله واللي دعا فيه على التفكير في وسائل جديدة لمواكبة المقاولة الشابة والصغرى والمتوسطة. واليوم حنا كاقتراح غادي ندير واحد لجينة غتفكر في حلول جديدة للتمويل، ولأن جهة فاس مكناس فيها واحد لو طو ديال لي ديبو كبير يناهز 80 مليار درهم، ولكن كتوزع فيه فقط 45%، واغلب هاد لي فينونسمون التمويلات اللي كتعطي الابناك كتعطيها للسكن او للاستهلاك، في حين كاين واحد العدد ديال الملفات الاستثماريه موجوده وخصها مواكبه ديال الابناك. وكنعرفوا كاين ابناك اللي هي كتواكب وكاين ابناك اخرى اللي خصها تبدل العقليه ديالها وتواكب المقاوله اليوم باش نخلقوا فرص الشغل ونخلقوا قيمه مضافه داخل جهه فاس مكناس.